إذا رفضت ابنتي الزواج من الكفء وعذرها في ذلك أنه ليس من أقربائها، وأنا بحثت الكفء أولا من أقربائها ولم أجد، فماذا أفعل؟ إذا رفضت البنت الزواج من الخاطب لأنه ليس من أقربائها أو لأنه فقير أو لأسباب أخرى فليس له إجبارها، الحاجة لها نبلة الحاجة لها ليست له، فإذا لم ترى فعليه أن ينصح ويشير ويقول لأمها وقريباتها ينصحنها ويشير بشن عليها ويشتهي في هذا، أما إجبارها فلا لا يجبرها الحاجة لها، لكن إذا رأى أن الزوجة جدير بأن يزوج شرح لها حالة وبين لها فضله وأن المال أمره سهل سوف يأتي وسوف يقوم بواجب إن شاء الله، ويقول لها أنا أساعده بما يقصر عليك منه وما أشبه ذلك، ونشير على أمها وعلى قريباتها وينصحنها ويتكلم معها في ذلك، وإن رضيت ووافقت الحمد لله وإلا لم يجد له إجبارها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زوج الأيم حتى تستأذن ولا تستأمر ولا بك حتى تستأذن، قال يا رسول الله إنها تستحي، قال إنها سكوتك، فإذا أبت وقال لا زوج منك لتفهم، أما إن سكتت فإنه إذن فإن زوجها. نعم.